السلام عليكم أعزائي التلاميذ، أهلا بكم مجددا في درس الجغرافيا بعنوان ملف العولمة والهوية الثقافية، بحيث نتعرف هنا في هذا الدرس على مجموعة من المحاور المؤتتة لبنيته. إذ سنتعرف لأهداف التعلم، ثم ما هي ثقافة العولمة وآليتها، سنكتشف أو نتعرف مع بعضنا البعض ثقافة العولمة وكذلك الآليات التي تقوم عليها هذه العولمة وفي نشر ثقافتها. ثم ايضا بالنسبه للمحور الموالي تجليات ثقافه العولمة، اي سنتحدث عن او سنكتشف مع بعضنا ان تمظهرات وتجليات وصور واشكال ثقافه العولمة. وفي المحور الاخير مخاطر العولمة على الهويه الثقافيه، ما هي الانعكاسات والمخاطر التي يمكن ان تشكلها العولمة على الثقافه الهويه الثقافيه للمجتمعات الناميه. طبعا الان في اهداف التعلم سنتعلم وسنرصد أبعاد وتجليات العولمة على المستوى الثقافي، ثم تنمية القدرات على دراسة قضايا العولمة وفقا للنهج الجغرافي وباستثمار أدوات التعبير الجغرافي. وفي النقطة الأخيرة إدراك تأثير ثقافة العولمة على الهوية الثقافية والوطنية. إذن يمكن، ما هي العولمة؟ يمكن تعريف العولمة الثقافي بأنها محاولة مجتمع ما تعميم نموذجه الثقافي على باقي المجتمعات الأخرى من خلال التأثير على المفاهيم الحضارية والقيم الثقافية والأنماط السلوكية لأفراد هذه المجتمعات بوسائل تقنية واقتصادية وثقافية متعددة. يعني أن العولمة هنا مقصود منها أو ما يمكن استفادة من خلال هذا التقديم، لأنه هو قيام دولمة أو محاولة دولمة نشر وتعميم بل وفرض نموذج الثقافي على باقي البلدان الأخرى أو المجتمعات الأخرى من خلال التأثير وإعادة بناء المفاهيم الحضارية والقيم الثقافية للمجتمعات وللبلدان المستهدفة من هذه العولمة، وبالتالي تغيير وتنميط سلوكات الأفراد لهذه المجتمعات بوسائل متعددة ومختلفة كأبرزها إعلامية وتقنية واقتصادية وغيرها من الوسائل. إذن ما هو مفهوم العولمة والثقافة والهوية الثقافية؟ ما هو البعد الثقافي لظاهرات العولمة؟ ما هي بعض مظاهر ووسائل عولمة الثقافة؟ ثم ما هي انعكاسات على القيم والهوية الثقافية الوطنية والقومية؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف نعمل على الإجابة عنها وتحليلها عبر استثمارنا لمجموعة من الوثائق والأنشطة. لاحظوا معي جيدا هذا الرسم، هذه الصورة، هذه الرسم كاريكاتوري يوضح لنا يعني شكل خاصة هذه الشخصية الكبيرة والضخمة البدينة التي تحمل في يدها البترول وبرميل من النفط الأويل وتهيمن على الكوكب الأرضي وتضغط على باقي الشعوب الأخرى، باعتبار أن نموذجها ونموذج الثقافي والاقتصادي والفكري والقيمي وغيرها من المفاهيم التي تبين تكريسها وفرضها على باقي بلدان العالم، أي أن نموذج الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الرمز المشار إلى الذي يستخدم عبر القبعة أو الطربوش وكذلك نوع من الشكل اللباس يبين على أن النموذج العولمي همه هو استنزاف واستغلال خيرات المجتمعات وبالتالي تكريس وجعلها تخضع من خلال تبني سلوكات وقيم وأنماط والمجتمع الثقافة الأخرى المغايرة لها. إذن ثقافة العولمة وآليتها، بعدما تعرفنا عن الصورة الكاريكاتورية التي ترسم لنا يعني بشكل صورة تقريبية عن نوع العولمة، الآن سنتعرف على ثقافة العولمة وآليتها. أولا ثقافة العولمة، في وسعنا تعريف ثقافة العولمة سلبا وليس إيجابا بالقول إنها ليست الثقافة المكتوبة، إن العولمة الثقافية تجري وتتوسع في مناخ من التراجع الحاد للثقافة المكتوبة على صعيد الإنتاج والتداول. ثقافة العولمة هي ثقافة ما بعد المكتوب، الثقافة التي يؤرخ بلادها لاحتضان الثقافة المكتوبة، وليس الثقافة ما بعد المكتوب، تلك سوى ثقافة الصورة.
يعني هذه الوثيقة تبين لنا، أو هذه الوثيقة تبين لنا أو تعرف لنا بأن ثقافة العلماء هي ثقافة السلم وليست ثقافة البناء والتعاون والتضامن، بل هي ثقافة يعني السلم. المجتمعات الأخرى نئاليات وخصوصيتها الهوية الثقافية والوطنية والقومية وتزويدها بثقافة لا مكتوب، أي تأتي ثقافة العلماء يعني ثقافة السلب هي ثقافة ضد ثقافة لا مكتوب، أي بعد المكتوب. ثقافة المجتمعات المحلية والوطنية والقومية تقوم على الكتابة، على على أيضا على تأريخ وتدوين القيم الثقافية للمجتمعات معينة من قواعد وقوانين ومبادئ وقيم وغيرها، لكن تأتي ثقافة العلماء لتزيح هذه الثقافة المكتوبة وتعوضها بثقافة الصورة، ثقافة لا مكتوبة، بحيث تتوسع على حساب الثقافة المحلية أو الثقافة المكتوبة على صعيد الإنتاج والتداول، أي على صعيد الإبداع والممارسة. إذا ثقافة العلماء هي ثقافة ما بعد المكتوب، أي الثقافة التي يؤرخ ميلادها لاحتضار الثقافة المكتوبة وليس الثقافة ما بعد المكتوب تلك سوى ثقافة الصورة. أي المقصود هنا ثقافة بما بعد المكتوب هي ثقافة الصورة، ثقافة الكاميرا بين المزدوجتين، يعني تنميط سلوك، يعني تقديم ما هو جاهز بالنسبة للمتلقي وتأثير بغية التأثير في سلوكاته، في خلخلة بنيته المفاهيمية والقيمية لجعله تتفاعل أو تتقابل مع الثقافة القادمة أو المستوردة عبر الصورة التي انتشرت بشكل مختلف عبر مختلف وسائل، سواء إعلاميا سواء اقتصاديا سواء تقنيا وغيرها من الوسائل. إذن هكذا هي ثقافة العلماء، هكذا نكون حاولنا نقرب لفهمكم مفهوم ثقافة العلماء ودلالتها. إذن الوثيقة الثانية ميكانيزمات ثقافة العلماء، شنو هي الأدوات؟ نقول الميكانيزمات نتحدث عن الأدوات والآلية التي تستند إليها العلماء في نشر ثقافتها. لدينا الميكانيزم العلماء كما تشاهدون لديها تحرير، تقوم على تحرير المبادلات وتشريع قوانين ملائمة عن طريق المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وكذلك الشركات المتعددة الجنسية في الدول المستهدفة. أيضا يتفرع للعلماء النتائج تأثيرات متباينة بين دول الشمال ودول الجنوب، قيم استهلاكية تقوم على نشر ثقافة العلماء وتهديد الهوية والقيم الوطنية، ثم أيضا خلق فوارق اجتماعية ومشاكل بيئية. إذن هذه هي الآليات أو الأدوات التي تستند إليها العلماء في نشر ثقافتها بغض النظر عن النتائج المترتبة عنها، أي أن بدعوى تحرير الفرد تجعل تستلب منه هويته الثقافية المحلية والوطنية وتنميط سلوكه وجعل السلوك الذي يقوم به هذا الفرد في مكان ما هو نفسه الذي يقوم به الفرد الثاني في مكان آخر، أي عولمة السلوك وبالتالي تنميطه. إذن ثم أيضا الوثيقة الثالثة تبين لنا توزع وسائل اتصال حديثة حسب مناطق العالم 2001، لأن التقنية فما هي أو وسائل اتصال ما هي إلا أداة من أدوات العلماء. لاحظوا معي بالنسبة للمناطق، لدينا مناطق عديدة ومتعددة، عندنا عدد خطوط الهاتف ثابت لكل ألف فرد، عدد الهاتف النقال لكل ألف فرد، عدد الحواسيب لكل ألف فرد، وعدد مستعمل الإنترنت بالمليون. بالنسبة تأتي دائما الولايات المتحدة الأمريكية على رأس هذه الدول أو هذه المناطق المستهدفة من خلال الدراسة عبر مختلف يعني خطوط الاتصال، سواء تعلق الأمر بالهاتف أو بالهاتف الثابت أو بالنقال أو الحواسيب أو بالإنترنت. لاحظوا معي الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة عدد خطوط الهاتف 670 خط لكل ألف فرد، يعني أكثر من 50%. عدد الهاتف النقال هو 451 فرد، يعني 450 هاتف لكل ألف فرد. يعني لاحظوا معي سنة 2001 ليس 2022. عدد الحواسيب لكل ألف فرد 625، هذا العدد كان 2001.
يعني لا بدينا كنتعرفوا حنا كنشوفوا يعني الهواتف المحموله او الهاتف الثابت او الهاتف النقال وكذلك ما يسمى بالحواسيب. بالنسبه للعالم النامي طبعا عدد مستعملي الانترنت كان 143 مليون مستعملي الانترنت سنه 2001. لاحظوا ما هي الفرق السابق في استخدام الوسائل الاعلاميه او الاتصاليه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. اوروبا الغربيه 540 خط هاتف لكل الفرد. عدد الهواتف النقالة 711 هاتف لكل الفرد، 286 حاسوب لكل الفرد، و 91 مليون مستعملي الانترنت. تأتيها مباشرة اوروبا الوسطى والشرقية ب 235 هاتف ثابت لكل فرد، ثم 140 هاتف نقال لكل الفرد الى غير ذلك، الى ان نصل الى افريقيا جنوب الصحراء. يعني خطوط الهاتف فقط متوفرة ل 14 فرد من 1000، و 27 هاتف نقال ل من 1000 فرد، و 10 حواسيب اضافة الى 5 افراد من مستعملي الانترنت. اذا يبرز لنا هذا الجدول يبرز لنا التباينات والتفاوتات من حيث بين البلدان العالم من حيث استخدامهم لوسائل الاتصال سنه 2001، حيث تاتي الولايات المتحده الامريكيه على راس هذه المناطق، تتبعها تحت بلدان اوروبا الغربيه اضافه الى اوروبا الوسطى وامريكا وغيرها بشكل تنازلي. إذا لاحظ أن كلما كان انتشار، كلما كان هناك ارتباط أكبر واستخدام أكبر لوسائل الاتصال، كلما كانت وسائل العولمة منتشرة. لكن السبب الذي خلى أن عدد أفراد يعني ضعيف وفي إفريقيا جنوب الصحراء أو بإفريقيا الشمالية، يعني هناك نقص في وسائل الاتصال مما أخر من انتشار العولمة في هذه الفترة. عكس بالنسبة للبلدان أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وغيرها من البلدان، كلما كان عددها عدد افرادها مرتبط بوسائل الاتصال، كلما كان اندماجي وانخراطي اكثر في العولمة وتعرف عليها بشكل مبكر. اذا العولمة لغة هي تعميم الشيء ليكتسب صفة عالمية، واصطلاحا سيادة نموذج سياسي او اقتصادي واجتماعي وثقافي موحد على الصعيد العالمي. الثقافة هي منظومة مركبة متجانسة من القيم والتقاليد والعادات والأحلام والآمال والإبداعات، وهي المعبرة عن خصوصية مجموعة بشرية معينة في الزمن والمكان. وليست هناك ثقافة واحدة، إنما تزود أنواع وأشكال ثقافية، منها ما يميل إلى الانغلاق والانعزال، ومنها ما يسعى للانفتاح والانتشار. الهوية الثقافية هي نظام من القيم والتصورات والتمثلات التي يتميز بها مجتمع ما تبعا لخصوصيته التاريخية والحضارية. وكل شعب من الشعوب البشرية ينتمي إلى ثقافة متميزة عن غيرها، وهي كيان يتطور باستمرار ويتأثر بالهويات الثقافية الأخرى. ولهذه الأخيرة مستويات ثلاث: هوية فردية، هوية جماعية، وهوية وطنية. أما الآن ننتقل بكم إلى خصائص العولمة والهوية الثقافية. تسعى العولمة إلى خلق نظام عالمي نموذجي وموحد لا يقبل التمايزات ولا الخصوصيات، يعني مذهب واحد ونهائي على الصعيد العالمي. بينما تتميز الهوية الثقافية بخصائص التفرد والتعدد والاختلاف، فهناك ثلاث نماذج من الهوية الثقافية. لدينا الهوية الفردية، يعني داخل القبيلة أو الطائفة أو الحزب أو الجماعة تدافع عن الاستقلالية والتميز الفردي. الهوية الجماعية تدافع عن الخصوصية المكونة للجماعة وإن اختلفت عن باقي الجماعات الأخرى. أما الهوية الثقافية القومية أو الوطنية تفتخر بعناصرها الحضارية والثقافية المميزة لها عن باقي الأمم والقوميات الأخرى. إذا لدينا ثلاث أشكال من الهوية: هناك الهوية الفردية داخل القبيلة، وهناك الهوية الجماعية، وهناك الهوية الوطنية والقومية. العلاقة بين العولمة والهوية الثقافية، الآن سنحاول أن نبرز لنا العلاقة، واش هي علاقة تكامل أم علاقة تكامل وترابط، أم هي علاقة اصطدام بين العولمة والهوية الثقافية طبعا المحلية. من بين الاتجاهات العولمة الاتجاه الثقافي الذي تندثر بمقتضاه الخصوصيات الثقافية، حلو جيدا، وأنماط الاستهلاك أمام نقل الثقافات والأفكار إلى المستوى العالمي، مما يسمح ببروز مفاهيم إنسانية مشتركة
عابرة لكل المناطق. وبالتالي فهدف العلماء الثقافي ليس هو خلق ثقافة عالمية واحدة، بل خلق عالم بلا حدود ثقافية. لكن من الملاحظ أن الثقافة الوطنية أصبحت تنصهر بثقافة العلماء بهدف ترسيخ نمط ثقافي معولم، يعني النمط الغربي تهيمن عليه قيم المجتمعات أكثر تقدما، ومن جوانب تأثير العلم الثقافي على ثقافة المجتمعات الوطنية، على ثقافة المجتمعات يعني الهوية الوطنية. هناك التأثير اللغوي، يعني من معالم وصور وتجليات يعني العولمة نجد هناك التأثير اللغوي، استخدام اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية أو غير ذلك في حياتنا اليومية، خاصة في الدراسة وفي التواصل وغير ذلك. التأثير اللغوي، استعمال بعض اللغات الغربية كالفرنسية والإنجليزية كلغات رسمية في مرافق الإدارة والاقتصاد، استعمال في وسائل الإعلام والاتصال وفي المقررات الدراسية، وكلغات للتخاطب اليومي كذلك. لدينا التأثير الخلقي على مستوى الأخلاق والقيم، انتشار مظاهر العنف والإباحية في وسائل الإعلام والسينما والقنوات الفضائية وعلى شبكة الإنترنت، مما تسبب في تدهور القيم في بعض المجتمعات التي لا تزال تحتفظ بقيم العفة والحشمة والشرف وغير ذلك من المفاهيم الأخلاقية المرتبطة بنسقها الفكري الثقافي. طبعا لدينا التأثير القيمي، ترميد القيم محاولة جعلها واحدة لدى البشر في المأكل والملبس والعلاقات الأسرية وبين الجنسين، علاوة على نشر قيم استهلاك الرأسمالي. إذن هذه هي تمظهرات العولمة خلال عناصر التي تنتشر عبرها، عن طريق اللغة، عن طريق الأخلاق، وعن طريق القيم، وعن طريق القيم التي يتم نشرها وعبر مختلف وسائل الإعلام طبعا، من أجل خلق نوع من التوافق والقبول لمفاهيم وقيم العولمة وتجسد وتصبح جزءا من الثقافة الفردية الخاصة بكل فرد داخل المجتمعات التقليدية طبعا. إذن تعرفنا على تعريف العولمة، وتعرفنا كذلك على الآليات والأدوات والميكانيزمات التي تستقوم عليها العولمة. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، وننتقل بكم إلى المحور الموالي طبعا.